ادي اول مساعده. المساعده الثانيه الفكره بتاعت فكره ان البيت ما يبقاش دور ويبقى دورين ويبقى ثلاثه، ده امر مهم قوي، اللي هو احنا بنقول بالمناسبه عشان بس حد يقول لك ايه انت بتتكلم في كام بيت، هقول لكم كام بالحصر اللي موجود دلوقتي، هقول رقم ما يتنسيش، يعني هو اتقال 130 135 الف، انا بقول 150 الف بيت. فاني مرحله، في المرحله الاولى يعني احنا بنتكلم في نص مليون بيت، في نص، مش كده دكتور مصطفى؟ نص مليون بيت. انا بقول ان اصحابهم يعني محتاجين ان احنا نعمل لهم الحكايه ديت، نعمل لهم الحكايه ديت، ماشي هنعمل. طب اهل القريه ما يساعدوش معانا؟ طب منظمات المجتمع المدني ما يساعدوش معانا؟ طيب كل من عايز يساعد في حياه كريمه ما يساعدش معانا؟ يعني كل قطاعات الدوله ما تحطش ارقام. انا بقول ان اللي انا بتكلم فيه ده، انت كنت بتشوف بيت معمول جدار ابيض كده وعليه عروش بقى يعني فروع شجر مش عارف اي حاجه يعني، لا انا مش هعمله كده، انا مش هعمله كده، انا هعمله ان شاء الله بما يليق بالناس وفي كل حاجه ان شاء الله كويسه، بس ده تكاليف كتير. فانا بتكلم فقط على 150 الف بيت يعني عايزين يتبنوا وعايزين يتعملوا بيت يتسكن فيه، في ثلاث اوض وفي يعني حاجته اللي هي خدماته المطبخ والبيت الامور الثانيه، ده فلوس كتير، ده فلوس كتير، ده ملوش علاقة بالصرف الصحي اللي هو بيتوصل، ده ملوش علاقة بتحسين الكهرباء والمية، ده ملوش علاقة برصف الطرق، ده ملوش علاقة بتبطين الترع، ده ملوش علاقة بالخدمات اللي بتتعمل بشكل نمطناها على مستوى الريف عشان تبقى المدرسة اللي هنا، الوحدة البيطرية اللي هنا، المركز الطبي اللي هنا، كل حاجة، الوحدة الزراعية، كلهم شكل واحد في الريف المصري كله، ده الدولة بتعمله. هرجع تاني أقول يبقى احنا لينا لقاء تاني إن شاء الله في إعلان الوثيقة وإطلاق العمل خلال الأيام القليلة القادمة. وبقول تاني، هل منظمات المجتمع المدني مدعوة؟ أيوة. اللي أنا بعمله ده حق من حقوق الإنسان ولا يعني كان لازم حد، انا خلينا الاعلام قلنا لهم خلوا صوروا الناس في القرى ديت عشان تتكلم وتقول وادي كنتوا بتسمعوا الناس بيقولوا ايه. هو مش من حق من حقوق الانسان ان المواطن ده واختي وامي وبنتي اللي عايشه في الريف ده والاطفال اللي طالعين يعيشوا بشكل كريم ولا يبقى بيعاني من كل شيء؟ انا بقول عشان كده المنظمات المجتمع المدني، احنا عندنا اكتر من 40 الف جمعيه. طيب ها، طب حد يقول لي طب نخش نعمل احنا، اقول لا باس، بس انا عايز اقول لك ان احنا عملنا اليه للموضوع. ليه؟ لان المشروع تفاصيله كتير. الاليه كانت عباره عن ايه؟ على ان جهة واحدة اللي هتصرف على المشروع كله عشان نبقى بس عارفين زي ما بيقولوا كده تفاصيل وأبعاد الموضوع بشكل كويس. مستخلصات بتتعمل، بتتراجع الأمور عشان كل حاجة تتحط في نصابها. فالوعاء اللي احنا بنتكلم فيه هو المالية بتاعت الدولة، وهي صندوق تحيا مصر. اذا لو اي حد عايز يعمل ده معانا ويساعد معانا، او ممكن يساعد بشكل مباشر، بس احنا عشان الامور تبقى محكومه كويس يفضل ان الكلام ده من خلال صندوق تحيا مصر. في موضوع الحقيقه عايز اكلمكم فيه، هو يمكن مش ما يهمش ناس كتير قوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا، واحنا يعني كنا لينا اماني على الله سبحانه وتعالى ان احنا
يساعدنا في ان احنا نحله. صحيح الحمد لله ان عدد المصابين بيه مش كتير قوي، لكن كان اصحابهم بيعانوا قوي، وهو موضوع الضمور العضلي. وده موضوع اسمحوا لي اكلمكم فيه باختصار شديد، واقول ان هو في يعني وسائل للكشف المبكر عن المرض ده لا قدر الله في الشهور القليلة الأوائل من ميلاد الطفل أو الطفلة يعني. ولو عرفنا كده ليه العلاج اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو يصل لثلاثة مليون دولار للإيه؟ للطفل أو الطفلة الواحدة. كم؟ ثلاثة مليون دولار. فلما الكلام ده يعني كان محل يعني استغاثة من أم أو من أسرة عندها طفلة أو طفلة كده، فإحنا صحيح الرقم كبير قوي علينا، يعني مش كتير من دول العالم تقدر تتصدى لعلاجه يعني، بس إحنا جرينا جارية وقلنا يا رب يعني ساعدنا في ان احنا نحل المسألة ديت للأسر ديت. يعني أم بتشوف والدها يعني وبيروح منها يعني. فالمهم الحصر الأولي، وطبعا الدكتورة وزيرة الصحة هتقول لنا يعني تفاصيل، لكن أنا بقول ده للناس بعلنوا على ان احنا ان شاء الله ممكن يبقى في علاج والدولة تتحمل ده. بس أنا برضو تاني بطالب المنظمات وكل من له قلب بأن في حياة كريمة في صندوق تحيا مصر لهذا الموضوع، لأن الرقم اللي بنتكلم فيه كبير قوي. يعني لو مثال لو قلنا أن 10 أطفال في 3 ب30 مليون دولار، يعني حوالي 450 مليون جنيه. يعني انا ما احنا ما اغفلناش برضو تاني، ما صمناش ودانا وقلنا فوق طاقتنا وخلاص بقى ربنا يتولى الناس، ربنا يتولانا طبعا، لكن حرصنا يعني. فاحنا عملنا اتفاق والامور ماشيه، وان شاء الله الولاد اللي هم ممكن يتم علاجهم. وانا بقول كلام واضح ودقيق عشان ما انا يعني ما حدش يأول الكلام اكتر من كده. احنا بنقول ان اول العلاج الافضل اللي هو اقل من 6 شهور ولغايه سنه، لغايه سنتين يعني، من سنه وسنتين. مش عايز اخش في الموضوع ده، انا مش فني فيه قوي، لكن بتبقى الامور اصعب بعد كده، اصعب كتير. فاحنا بنتكلم على اللي هم اللي هم الأطفال. أولا اللي احنا عايزين نشوف إمكانية إن احنا نختبر ونفحص ما بعد الولادة، زي ما عملنا كده في موضوع السمع والقوقعة والكلام ده، لأنه كل ما يكون مبكر كل ما يكون الفرصة للحصول على أفضل نتيجة المرض ده أحسن. وبرضو للضمور العضلي نفس الكلام. ف ده موضوع انا هحاوله، وهسيب الدكتوره هلا تشرح التفاصيل، لكن انا حبيت بس اقول لكم ان احنا ربنا وفقنا ونجحنا فيه، وهي هتشرح ايه اللي احنا هنعمله بالظبط. لكن انا بقول الارقام اللي انتم زي ما احنا الدوله حكومه وزاره الصحه وزاره الماليه كل ده تصدى، برضو احنا كمان كمواطنين كشعب إذا كنتم يعني عندكم الفرصة، إحنا مش هنعمل حاجة أبدا يعني لا هي دقيقة ولا هي أمينة أبدا ليكم، هنقول كلام نعمله. فإحنا محتاجين أيضا إن إحنا كمواطنين اللي عنده استعداد لده يبقى ربنا يعني يكرمه ويكتر خيره، لأن الموضوع مش مرة، الموضوع ده هو عبارة عن برنامج. مش عايزين نتخلف نتيجة ان مواردنا ما تسمحش ان احنا ما نعملوش بعد كده، نفضل عاملينه
وكل طفل، هو مش عددهم مش كتير الحمد لله، لكن كل طفل يحصل له كده قبل نفحصه، وده امر برضو في التكلفه الطبيه، انك تفحص مثلا 2 مليون ولا حاجه، ده امر تكاليف ضخمه جدا جدا. وبالتالي انا مش عايز اقول للدكتوره حاجه ورطها، فين الدكتوره هاله؟ ايوه فندم، تحت امر حضرتك. مش عايز اورطك في حاجه ونقول حاجه ما نقدرش نعملها، لكن على الاقل هقول ان احنا اللي هيتم فحصهم، اللي هيتم اكتشاف المرض بتاعهم خلال الست شهور الاولانيين او السنه الاولانيه حتى، مش احنا كده برضو؟ هسيبك تقولي انت، اتفضلي. شكرا.